ثاني أقول لك نقطة مهمة. وائل والله العظيم قسما بالله إذا الحكومة العراقية ما 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 تبقى عنده فلوس لدفع رواتب موظفي البصرة وبغداد والأنبار، أنا هم أقبل كإقليم أقول لا تدفع راتبي أيضا، ما عندي مشكلة راح أتحمل. لكن أنت الآن يعني حاسب حسابك أنه مثلا تخفض منا تجيب منا، أكو أموال فيما يتعلق بالإف إم إس، شراء الأسلحة، أكو أموال في وحدات الإنفاق ما صار فينا، تجي تجمعهم وبعدين تقول يلا خلي نقطع مع الإقليم همين، هم ما ينطون هاي حجة. أستاذ وائل هذا الموضوع السياسي يتعلق بموقف الإقليم من عدم تصويته على خروج قوات التحالف، يتعلق بالمناكفات السياسية داخل البيت العراقي فيما يتعلق بحكومة السيد. طيب خلي استاذ وائل يتداخل وياك دقيقه حتى ارجع لك بسؤال استاذ مسعود. تفضل استاذ وائل. تفضل استاذ.